السلة الغذائية سوتها وزارة التجارة أنه تجربة ناجحة، بالإضافة أنه ساهمت بانخفاض الأسعار الموجودة بالمواد، بالإضافة أنه نتمنى من وزارة التجارة أنه تحسن من السلة الغذائية وتطورها أكثر وتعممها على مستوى العراقي كله. ساهمت بانخفاض الأسعار كلش مناسب، بالإضافة صعود الدولار هاي ساهمت بشكل ممتاز عليه أنه تطورها أكثر وتعممها أكثر على الشعب العراقي. والله فكرة السلة الغذائية يعني فكرة كلش ممتازة وحلوة، ساهمت يعني بتقليل الأسعار، خاصة الأسعار هسه حاليا غلت ويا الدولار ويا الصعود، ففكرة السلة الغذائية كلش فكرة حلوة، ونتمنى انه من وزارة التجارة تعممها ويعني على كل المواطنين تشمل كل المناطق. والله هي الفكرة إذا تعممت على كل المناطق راح تساهم بشكل كلش كبير انه تنزل من الاسعار، خاصة احنا مقبلين على شهر رمضان او اشهر يكون بها يعني هاي الفترات كلش راح يصعد بها الجسمه المواد الغذائية كاسعار. والله انا اتمنى صراحة انه تتعمم فكرة السلة الغذائية.